تفضل تفضل. الحمد لله على السلامة، تو ما نور البيت. الله يسلمك بنتي، الله يسلمك. ما تشوف شر، أجر وعافية إن شاء الله. اتصلت على دانا بلندن؟ يبا بس خلاص انساها، اتركها عنك شوي. اتصلي فيها يبا وقولي لها يقول لك نواف آسف، يعتذر على اللي سواه فيك. أنا كان ودي أتصل فيها بروحي بس خفت تزعل وتضايق. الحين تلقينها طايرة من الفرحة بردة فيصل. فيصل أكيد اتصل فيها بلندن ويمكن ترجع اليوم ولا باكر. أماني ترى دانا تحب فيصل صج؟ إيه تحب صج. دانا أنا قصدي أتكلم عنها. أنا أقصد إن أنا اسمي دانا. صدقي يبا هذا الاسم أنا غيرته لأن أنت كنت مصر عليه وعليها، بس اليوم غير. اليوم أنا قاعدة أشوفك تتعافى. يعني لما قلت لي أماني ترى أنا انصدمت، يعني ما أدري شلون أشرح لك مشاعري. يعني صار عندي عادي، ما تفرق دانا أماني كله واحد طالما أنت تعافيت منها. كلميها تطمني عليها وتحمدي لها بالسلامة وقولي لها نواف يعتذر عن كل شيء إلا حبي لها.